اي بي جيمنج وفيديو جديد. احنا عيله متكامله جامدين واسطوره. اكتب اي بي جيمنج شوف مين يطلع لك في الصوره. بدانا من الصفر عملنا جيل بعد جيل، جبنا ال 100,000 وعدينا المستحيل. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ايوه النهارده يا ابطال جاي وفاتح حساب التحقيقات ايفل ديفل 365 ومتحمس قوي يا ابطال وعلى اخي بصراحه، لان بدات يا ابطال تجيلي تحقيقات عن هكرات جداد وحاجات كده وكلام كتير، والكلام النهارده كبير قوي يا ابطال. طبعا يا ابطال جالي تحقيق وشخص بيقول لي يا بلال في هاك اسمه معرفش ايه اسريوس اكس باين، تمام اتمنى اكون نطقت الاسم ده صح، وراح يشتغل او يتحدث يوم 6 فبراير. ايه ده؟ ايه يا جماعه موضوع فبراير؟ هو شهر 8 ده شهر الهكرات ولا ايه؟ هل تتوقع جيني يتشغل روبلوكس على الجوال؟ على فكره الهاك هذا ما يهكر حسابات بس، يخليك تطير وتتحول لوحوش والى اخره. حبيت بس اقول ان لو جيني تستخدم ده الهاك مش لازم نخاف، لان مش هيحصل اي حاجه لحساباتنا، بس انا ما ادري احسه اشاعه والله. والله بصوا يا ابطال موضوع جيني انا قعدت افكر فيه. ايوه انت عايز تقول ان احنا ليه ما نلعبش لعبه روبلوكس وكده عشان خايفين منها؟ لا مفيش الكلام ده، هي بس واحده على التيك توك يعتبر كانت عايزه تعمل ضجه وعايزه تجيب مشاهدات شويه، فقالت لك يا باشا انا جاي اهكركوا وعايز التخوف وخلاص واي حاجه وخلاص. ولكن يا ابطال الموضوع ده انا بقول لكم ان يعتبر يعني ده انتوا حتى واخدين بالكم يا ابطال انا بقالي كتير مش بعمل تحقيقات عن هكات، وده يا ابطال واضح قوي في القناه عندي لان خلاص ما بقاش فيها هكات فعلا حقيقيين. ايوه ايام زمان كانت حسابات بتتهكر وحسابي حصل فيه مشاكل، ولكن يعني انسوا بقى الكلام القديم ده لان خلاص احنا دلوقتي في 2022 وبيقولوا تحديث روبلوكس هيبدا يجي. انا فاهم يا ابطال وعارف ان ناس كتير قوي بردك بتخاف على حساباتها، ولكن يا ابطال انا ممكن اقول لكم خطوات ازاي يعني تامنوا حساباتكم. اهم حاجه يا بطل تكون ان انت يعني اهم حاجه تكون متاكد انك حاطط رقم تليفون وجيميل، واهم حاجه يا بطل البي اي ان الاكونت عشان اللي هو متكون من 4 ارقام ده عشان لو حصل اي حاجه. خلونا كده يا ابطال ناخد الاسم اللي هو بعته لنا البطل اللي بعت لنا التحقيق ونكتبه في الشات بتاع روبلوكس. زي ما انتم شايفين يا ابطال المفروض ان انا كتبته، واضح كده بيقول لي ان مفيش اي اسم يعني مفيش شخص بالاسم ده، ولكن تعالوا كده نبحث. تمام واضح كده ان لقيت الشخص ده الوحيد اللي بالاسم ده. تمام ايه ده من 3 سنين؟ ايه الشكل الغريب ده؟ مش عارف يا ابطال هو بيقول لي ان المفروض اللي ده هاك، وبيقول لي ان الهاك ده هيشتغل، معرفش ايه هو يقصد يعني كده، هو يقصد ده برنامج ولا ايه؟ لحد دلوقتي مش عارف. تعالوا ندخل كده وطلع على الشخص ده، بس مش هو اسمه، لكن مفيش علامه الاكس اللي هم كاتبينها، بس شكله غريب قوي بصراحه بيفكرني بواحد يوتيوبر كده بتابعه. اقول لكم ايه، خلونا كده يا ابطال نطلع وناخد الاسم ده ونحطه في يوتيوب. زي ما انتم شايفين يا ابطال المفروض دلوقتي انا حطيت فعلا اسم البرنامج في يوتيوب، واضح كده يا ابطال فعلا ان البرنامج ده برنامج هاك ليه علاقه بلعبه روبلوكس. او ماي جاد، واضح كده ان البرنامج ده بدا يتشهر وناس كتير ابتدت تستخدمه. هل فعلا يا ابطال البرنامج ده ليه علاقه بلعبه روبلوكس والبرنامج ده فعلا هاك؟ يا جماعه احنا ما صدقنا نخلص من البرامج اللي هي الاكسبلويت والحاجات زي كده، ولكن يعني بجد يعني يا ابطال هي روبلوكس ناقصه هاكات. دي اصلا يا ابطال روبلوكس كل يوم في هاك، وكل شويه اجي ادخل ماب ارسنال تمام يا ابطال الاقي هاك هاك هاك. ما خلاص يا عم انت وهو، ما خلاص اقوم على طول طالع من السيرفر والله بزهق قوي. زي ما انتم شايفين يا ابطال المفروض دلوقتي اللي انا بحثت على تيك توك على الاسم ده اللي هو ارسيوس تقريبا اكس، تمام وندوس كده دوسه. او ماي جاد، اوه هو ده الهاك؟ لحظه عشان ده كلام كبير. استنوا هو تقريبا دلوقتي في ماب، اوعى تقول لي انه طار. لا 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 مستحيل سبيد هاك يعني كده سرعه. لحظه هو الشخص ده لحد دلوقتي هو حاسس ان خلي بالكم يا ابطال ده كده انا ما اعرفش هو في ماب ايه، بس لا استنوا اوعى تقول لي ان دي ماب سيتي. ميب سيتي ايوه فعلا انا عارفها. لا 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 خلي بالكم يا ابطال البرنامج ده واضح ان ده فعلا بدا يتشهر، واتمنى يا ابطال اي حد يلاقي اي حد بيستخدم يعني اي هاكر في لعبه روبلوكس بيستخدم البرنامج ده اتمنى يا ابطال يقول يعني تقولوا لي، ولكن واضح اللي هو فعلا سكريبتات والشخص ده بيقول يعني بيقول اللي ده السكريبت بتاعي. تمام خلونا كده يا ابطال ندخل على الحساب بتاعه، عنده 601 بس ومتابع. تمام ننزل كده شويه، واضح كده ان الفيديو ده جاب اعلى مشاهدات عنده.
اوه ماي جاد، جاب 18,000 مشاهدة بس. تمام، ولكن يعني واضح كده ان هو اللي عامل كل ده، واتمنى ان البرنامج يعني مش يتشهر، عشان يا ابطال انا بجد تعبت من الهاك ومش عايز الهاك يرجع تاني. اكيد يا ابطال انتوا مش عايزين الهاكات ترجع تاني، ولكن انا حاسس ان انا مش خايف. يعني تعرفوا ليه؟ لان يعتبر يا ابطال البرنامج ده او يعني برنامج الهاك ده اتصنع عشان حاجة واحدة بس، والحاجة الواحدة ان هو يعني اقصد انه يشتغل في المبات بس. ايوه، ان هو يشتغل في مبات روبلوكس، يعني مش هيكر حسابات ولا يعمل اي حاجة، لكن هيرزل عليك وانت بتلعب في الماب. فلو لقيت اي حد بيعمل كده على طول اطلع من السيرفر ويا باشا اخش في سيرفر تاني. خلونا كده يا ابطال نشوف يعني المزيد من الفيديوهات على الموضوع ده. ايه ده؟ ده يقول نيو ابديت. عشان كده البرنامج ده. ايه ده؟ لحظة، الفيديو ده يا ابطال نازل من يوم 9/5. واضح كده ان ده كلام كبير. الماب دي دهود، اكيد انتوا افتكرتوها يا ابطال، كنت عملت لها تحقيق. ايه ده؟ ده طار؟ لا يا جدعان الحفيق. ايه ده؟ انتوا لحظه، انتوا شاطرين بالكو، البرنامج الهاك ده شغال على التليفون. اوه ماي جاد، ايه ده؟ بصراحه يا ابطال انا مش عارف الناس اللي بتستخدم هاك بتكون فرحانه ازاي. انا بصراحه لما يعني لما بلاقي مثلا حد بيلعب قصادي وهو وانا عارف انه هاك وبيطير وبيعمل حاجات غريبه وبيموتني هيد شوت على طول، انا بزهق من اللعبه وبطلع بصراحه. ما بالكو بقى اللي بيستخدم الهاك بيكون مستمتع؟ انا شايف ان هي مش استمتاع خالص. ما شاء الله يا ابطال. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الشركة الرسمية ولا ايه؟ بتقول اللينك في البايو. الشركة الرسمية يعني تبع البرنامج. اوه ماي جاد، ده تقريبا واحد بيقول لينك فور ده هود. ايه ده؟ لحظة، هي هم حاطين اللينك في الرابط ده يعني في المابة دي ولا ايه؟ لا لا لا، لحظة لحظة، تعالوا ابطال كده نروح عند روبلوكس كده، نكتب ده هود كده، نخش على اكسبيرينس. ايه ده بقى؟ عشان ده كلام كده كبير، اوعى يكون موجود فعلا. استنوا يا ابطال كده نقرا. ما اظنش يا ابطال يعني هما يشجعوا الناس تستخدم الهاك. استنوا كده يا ابطال. مفيش للاسف، يعني للاسف يا بلال ده كويس انه مفيش. ماب دهود يا ابطال وصلت لي 1,000,000 فيزيت. اوه ماي جاد، ماشي يا ابطال. انا بصراحه بص بص، ايه ده؟ بيطير ازاي ده ولا بيعمل ايه ده؟ ايه ده يا جدعان؟ انا خايف والله روبلوكس كلها تتحول ولا ايه؟ زي ما انتم شايفين كل الشروحات على الموبايل، وبيقول لك انك ازاي تحمل البرنامج. ايه ده؟ بيقول لك ايه ده؟ انا اعلمكم ولا ايه؟ لا يا ابطال مفيش الكلام ده، انا ما ينفعش اعلمكم، دي حاجه مش كويسه وانا مش عايز العدوى تنتشر. انا ما صدقت الهكرات يختفوا، يعني اوعى حد يقلد الكلام ده والنبي. خلونا كده يا ابطال ننزل شويه، ولكن بجد الموضوع غريب. يعني كفايه اللي شايفينه يا ابطال، الفيديو ده جايب 18,000، جايب الفيديو ده جايب 134,000. ايه ده؟ الفيديو ده يا ابطال جايب 23,000، وادي ده 6,000 7,000 15,000 12,000 14. ايه ده؟ كل دي يا ابطال مشاهدات وحرفين، اكيد ناس كتير قوي اتعلمت، واللي اتعلموا راح يا ابطال ادوا مهاراتهم لناس تانية. لا 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 لا، ده موضوع كبير قوي يا ابطال، واضح كده ان الموضوع فعلا رخم جدا، واتمنى يا ابطال ما نقابلش هكرات تاني. اقول لكم ايه بقى يعني؟ ها، عندي حساب تيك توك، اوعى تنسى، اكتب كده اي بي جيمنج اي جي، هتلاقيه يا باشا في وشك. اعمل احلى فول وشوف الفيديوهات الاسطوريه بقى، ماشي؟ فبس كده يا ابطال، يعتبر فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله.